اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالساده اعضاء المجلس الاعلى للجهات والهيئات القضائيه وذلك بحضور السيد المستشار عمر مروان وزير العدل المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان الاجتماع جاء في اطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق الذي اقرته الدوله تقديرا للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائيه في ترسيخ وحمايه المبادئ الدستوريه واعلاء سياده القانون وقد أكد السيد الرئيس خلال الاجتماع أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم كما أشار السيد الرئيس إلى أن الدولة تحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج ثابت وتسعى دائما إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته ليكون نظاما قضائيا متطورا يتم مع مجريات العصر ومستجداته وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة واضاف المتحدث الرسمي ان الساده اعضاء المجلس الاعلى للهيئات القضائيه عبروا عن امتنانهم لحرص السيد الرئيس على الالتقاء بهم في اطار الاحتفال بعيد القضاء لما يمثله ذلك من الاهتمام الكبير الذي تعيره الدوله المصريه للمنظومه القضائيه مؤكدين من جانبهم مواصله العمل في سياق ترسيخ مبادئ العداله وتطبيق القانون وقد استعرض الساده رؤساء الجهات والهيئات القضائيه الاجراءات التي تم اتخاذها لسرعه انجاز الدعاوى والطلبات للوصول الى مرحله العداله الناجزه كذلك ما تم من اجراءات للتطوير التقني في كل الجهات والهيئات القضائيه بالتنسيق مع وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ ميكنه كل المنظومه القضائيه من ناحيه اخرى شدد السيد الرئيس على صون هيبه القضاء شكلا وموضوعا والاهتمام بمقار المحاكم وتطوير ادوات العمل بها مؤكدا سيادته على ضروره الاهتمام بتنميه الوعي والتطوير المستمر لتوسيع المدارك لتكوين قاض عصري على قدر كبير من المعرفه والوعي